تفضل تفضل ما يعني قلت لك الهضره تفضل اسمح. واش حبست هنا في للمره الثالثه باسكو هذه سي اون ريسيديف. المره الثالثه انا ما نذكرش الشخص، ما يهمنيش الشخص. المره الثالثه المولوديه طيح في ايادي هذا الانسان هذا باي وسيله باي تاريخ باي انجازات ما على بالناش. انا هذه نوصفها كما نوصفها قبيل علي نتاع الكوكايين وتحاديك وتحاديك وتحاديك. هذه ماشي مهزله، هذه كارثه خطيره جدا، هذه افه. Cette nomination s'apparente à un fléau politique. نجيب لك واحد رداءة، لأن الرداءة هي اللي تجيب الرداءة. هذه ليماج اللي نعطيها لك أنا اللي صارت المولودية. من يحكم المولودية؟ تعمل المولودية هذه. المولودية 1920 قلت لك أنا بروميير سيونس نتاع بالمكشوف. قلت لك سيدي برومي بارتي بوليتيك في الجزائر. صح اليوم تجي تقول لي أنتايا هم يستعملوا فيه بال 77 هما يستعملوا فيه لأغراض سياسية. 40 ans de champion. قضية أخلاق. أنا إن شاء الله جيب لي واحد مخلق وإنسان ما عندوش باسي ما عندوش ديكروب من هنا ولا من ما يديش لي تيتر معليش ما توسخنيش يا أخي. هاي الفياسكا دو جوار دابا كوكاي هم وسخوها. مولودية توسخت توسخت ببعض الناس اللي حكموها باسكو موسخين وما يحشموش. مثلا 54-62 هو اللي حررنا الخيرات دوك واش هو يقول؟ ديغاج افلان باسكو وسخوه نابورت كي حكم الافلان مولودي نابورت كي حكمها اي كومبري الخطره هذه. بصح انا نطرح سؤال من السيد هذا اللي راه يجيب هذا العفن المعفنين يحطهم على راس المولودية؟ باسكو على بالك باللي في الحراك هنايا راه في الجي في الحراك تاع الجي كاين ان مينيموم دو 10% ان 15% نتاع لا كاباسيتي تاع تاع اللي راهم برا كاع سوبورتر تاع مولوديا. هادو قادرين يزعفوا يديروا حاجه ماشي مليحه تتخلط ويروح مسار اخر للجزائر. هاو علاش جابوه؟ موناش ملاح يا الشيوي موناش ملاح.